Object-Oriented Programming Introduction to Computer Science and Programming. ازيك يا شباب، اخباركم ايه؟ معانا أول assignment نزل، بالمناسبة هو سهل جدا. إيه، تعالى كده نشوف ال assignment بيتكلم معانا على ايه. أول حاجة هنا بيقول لي إن هو عايز شرح ايه ال dot class code أو dot class file وبيستخدمه في ايه بالظبط. تمام، طيب ده من المحاضرة بتاعت ويك 2، كان بيتكلم في محاضرة ويك 2 عن الدوت كلاس فايل، وكان قال لو الناس فاكرة من الشرح كنا قلنا إن إحنا عندنا الكومبايلر. تمام، لما بيجي يعمل كومبايل الكود، لما بيجي ياخد كود زي ده كده ويترجمه، فهو بيكون لي ملف تاني نفس الملف ده كده بس بنهاية دوت كلاس. يعني الملف بتاعي هنا اسمه جافا application1.java، فهتلاقي في ملف تاني اسمه java application1.class. كان بيبقى عبارة عن ايه؟ كان بيبقى عبارة عن ملف انا لما عملت compile وران هنا كده، هو خد الملف ده ترجمه، حوله لايه؟ حوله للبايت كود اللي انا اقدر افعل ان انا اقدر اخلي الكمبيوتر بتاعي يرن. اهو الكلام هنا اهو في المحاضرة بتاعت week 2. تمام، هنا الجزء ده بيتكلم اهو، بيقول لك ان the compiler produced a dot class file called welcome dot class. يعني هو عنده ملف اسمه welcome dot java، هو راح عمل له compile فاتكون عنده ملف اسمه welcome dot class. الملف ده عبارة عن ايه؟ بيقول لك اهوت that contain the compiled version، اللي هو عبارة عن البايت كود فايل. تمام، فاحنا لو جينا خدنا نفس الكلام ده هنيجي نكتب هنا برضو في الإجابة بتاعتنا إن the compile، نيجي بقى نكتب كده solution. تمام، الحل بتاعي هيبقى عبارة عن إيه؟ نكتب إن the compile أو the compiler reduce use. تمام، from compiling the dot java file into الى يعني dot class. That contain تمام compiled version of code. نبين دوسين نكتب له بايت كود فايل، الفايل ده بيحتوي على بايت كود. تمام كده، طيب يعني كده انا لو قلت الكومبايلر بيديوس فروم، بيصنع لي او بيكون لي من ترجمة the dot java file، يحوله لي الى dot class file that contain compiled version، بيحتوي على النسخة المترجمة من الكود بتاعي اللي هو عبارة عن ايه زي ما اتكلمنا قبل كده، اللي هو عبارة عن بايت كود فايل، بايت كود. تمام، طيب نيجي بعد كده للجزء التاني من الاسايمنت.
الجزء ده عندنا هنا من الاساينمنت هو هنا عايزك تعمل له برنامج تكتب كود. طيب تعال نشوف كده، هو عرفت منين؟ عرفت هنا من لما يجي يقول لك رايت ا بروجرام، سواء في الاساينمنت او في الفاينل او في الميد تيرم، اول ما تشوف رايت ا بروجرام يبقى هو كده عايز منك انت تكتب كود. تمام. طيب لو جينا نشوف بقى هو عايز ايه في الكود ده، هنا بيقول لك زد تيكس. تمام، زد تيكس كده تيك يعني ايه؟ تيك يعني هياخذ. هياخذ من مين؟ هياخذ من اليوزر. لو نرجع لويك 4 كنا اتكلمنا عن الانبوت، ان احنا نبدأ ناخد انبوت من اليوزر بشكل مفصل وفي نهاية ويك 3. تمام، اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انا لما يجي يقول لي في السؤال تيكس، او يجي يقول لي تيك فروم يوزر، او يجي يقول لي اسك، او اسك فروم يوزر، او اسك يوزر. تمام، دي كلها مصطلحات فيما معناها ان هو عايز ياخد داتا من اليوزر. تمام، يبقى احنا عرفنا دلوقتي جينا يعني نفصل السؤال زي ما بيقولوا كده. اول جملة عندي رايتر بروجرام، يبقى هو عايز السؤال ده عايز منك انت تبدأ تكتب له كود. بعد كده ذات تيكس، تيكس ديت زي ما قلنا تيك او تيك فروم يوزر او اسك او اسك يوزر، دول كلهم معناهم في الاخر او بيودونا ناحية ان هو عايز ياخد انبوت من اليوزر. طيب ايه الانبوت بقى يعني بعد تيكس دي او اسك؟ بيجي بقى يقول لك، بيجي يقول لك على الحاجة اللي انت عايز تاخدها من اليوزر. طيب تيكس ايه بقى؟ ذا بيرس يير. تمام، ايه ذا بيرس يير؟ يعني سنة الميلاد، يعني هو اتولد سنة كام. تمام، ذا بيرس يير فروم يوزر، اهو كملها لك اهو، قال لك اهو تيكس ذا بيرس يير فروم يوزر، هو كده عايز ياخد من اليوزر البيرس يير. طيب تعالى واحدة واحدة كده بقى نشوف الكلام ده ونكتبه في الكود عندنا. طيب احنا كنا قلنا عشان ناخد انبوت من اليوزر بنعمل ايه؟ عشان ناخد انبوت من اليوزر فاحنا اول حاجة المفروض نعملها هو ان احنا نيجي هنا كده نعمل امبورت، تعال نشيل بقى الكومنتات اللي مالهاش لازمة عندنا دي كده ونسيب الكود بس كده، انا مش هستفيد من الكومنتات دي حاجة، فتعال نشيلها ونبدأ نكتب الكود. طيب أول حاجة هنعمل import، أنا عايز أعمل import لمين؟ مش قالك take from user أو ask user؟ يبقى أنا دلوقتي عايز أخد data من user، أي data عشان أقدر أخدها من user كنا بنستخدم إيه؟ قلنا نرجع لو عايز تفهمه بالتفصيل قوي نرجع لنهاية week 3 مع بداية week 4، كنا شرحنا الحتة دي بالتفصيل شوية. طيب هنعمل import للسكانر، فعندنا أمر الـ import بتاع السكانر اللي هو dot .ytil دوت سكانر، حلو الكلام ده كده. ايه ده كده؟ السكانر اللي انا قلنا بنستخدمه عشان نسكان الداتا من على شاشة الاوتبوت اللي عندنا اللي هي تبقى هنا كده. تمام، يعني احنا هدخل الداتا من هنا فهو يبدأ يسكان عليها من هنا. عارفين السكانر اللي هي السكانر الجهاز اللي عندنا ده، هو السكانر ده هو بيعمل ايه؟ هو بيسكان الداتا اللي هتتحط هنا كده على الشاشة دي. تمام، طيب فانا استدعيت السكانر اهوت عايز ابدا اخد منه نسخه، فانا عشان اخد او اعمل منه اوبجكت زي ما بيقولوا، وهنجي نقول هنا سكانر input يساوي سكانر نيو سكانر نيو سكانر، وكنا قلنا ان انا هاخد سكانر من على شاشه السيستم دي بالنسبه لي شاشه السيستم، فاقول له سيستم دوت ان. تمام، طيب يبقى انا دلوقتي عندي السكانر اهوت، خدت منه اوبجكت، هو هنا نوع السكانر ايه؟ او هو عايز يسكان ايه بالظبط؟ هو عايز يسكان بيرس يير. طب بيرس يير ده نوع ايه؟ سنة الميلاد دي بيبقى نوعها ايه؟ اكيد مش سترينج. تمام، ده مش تكست، لا ده رقم صح؟ يعني سنة الميلاد ده رقم. طيب بما انه رقم فاحنا عندنا يا اما انت يا اما دبل او فلوت. طيب هل الرقم ده صحيح ولا رقم عشري ولا ينفع الاتنين؟ على حسب، على حسب ايه يعني؟ هبدأ اشوف بقى السكيلز، هو عايز ايه الانبوت؟ الانبوت بتاعي ايه؟ بيرسير، بيرسير ده رقم، رقم صحيح، ما ينفعش يجي اقول له انا اتولدت سنة 2000 ونص، لا هي سنة 2000، 2001، 2002 وهكذا. فبالتالي ايه اللي المفروض يحصل؟ بيرسير ده يبقى انت، وانا كده اقول له انت بيرس. تمام، بالشكل ده بيساب input، هبدأ اخد بقى الداتا اهوت اليوزر input dot next ايه
next int، انت عايز تاخد رقم صحيح، يبقى اقول له next int. يبقى انا هاخد اهوت الرقم ده، الامر اللي انا هيساعدني ان انا اخد رقم صحيح من اليوزر بالظبط كده، اخزنه جوه متغير اسمه بيرسير بالشكل ده. طيب انا يا سيدي خلاص نفذت اللي انت عايزه اهوت، وفعلا خدت من اليوزر بيرسير. هنعمل رن بقى ونشوف، طالما معايا كده نعمل رن بقى ونشوف هل فعلا ادخل ده ولا لا. اهوت خلاها فعلا ان هو بيقول لي طلع لي الشاشة اهوت، وبيطلع لي بالكوفي هنا علامة ايه اللي بتيجي دي عاملة زي ما يكون زي في الآلة الحاسبة كده بالظبط. فانا فعلا هدخل له داتا اهوت، فهو خد الداتا فعلا مني تمام ويخزن تمام. يعني اداني سماحية ان انا ادخل داتا على الشاشة، يعني بص كده حاليا الكلام اهوت ما بيتكتبش معايا. اللي بيخليني اقدر اكتب هنا كده هو ان هو بيديني، او انا حطيت هنا امر الانبوت، فبدا ان هو مستني مني ادخل له انبوت، فانا بدات اكتب على الشاشه، فالشاشه قبلت ان انا اكتب عليها كلام، فهو خدها خزنها. طب هنعمل شكل يعني شكل كويس شويه، نقول له اس اوت تاب زي ما احنا اتعلمناها مع بعض، نخليها برنت بس، واجي هنا كده اقول له انتر يور بيرس ايش عشان تظهر لي بالشكل اللي انت هتشوفه دلوقتي اهوت. انتر بيرسير، وابدا ادخل انا سنة الميلاد بتاعتي، ولنقل مثلا ادخل له 2010، فتمام مفيش اي مشكلة حصلت عندي. فعلا طبع لي جملة انتر بيرسير، واستنى ان انا ادخل الداتا، فبدأت ان انا ادخل الداتا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وخد مني الداتا عن طريق الامر ده، وبدأ ان هو يخزنه في المتغير اللي اسمه بيرسير. طيب تمام، انا عملت اول جزء وهو طلبه مني خلاص. طب تعال نشوف هو بيقول لي بقى انت برنت هير او هيز ايج، وبعدين اطبع له تمام برنت، يعني اطبع، يعني عايز اطبع له على الشاشة، اطبع له ايه بقى سنه تمام، وعنده كام سنة. طيب دي تتعمل ازاي؟ طيب انا دلوقتي مثلا لو انا تاريخ ميلادي مثلا 2010 تمام، طيب يبقى انا عندي كام سنة دلوقتي؟ احنا في سنة كام؟ 2023. يبقى انا عندي كام سنة؟ عندي 13. عرفت منين؟ انت جاي واخد 2023 السنة اللي احنا فيها دلوقتي، طرحت منها السنة الميلاد بتاعتي، فطبع لي انا عندي كام سنة. يعني انا مثلا اهو دخلت له 2000 تمام، عارف منين انا عندي 23 سنة؟ طرحت 2023 من 2000، فاداني ايه؟ اداني عدد السنين اللي انا عشتها اللي هو الايدج بتاعي تمام. فانا بدأت هبدأ هنا اعمل ايه؟ هبدأ اعمل عملية، اقول له عملية حسابية وهي الايدج، اقول له انت الايدج. طيب الايدج بيساوي كام؟ والله الايدج ده بيساوي 2023 زي ما احنا قلنا، ناقص سنة الميلاد بتاعتي اللي هي بيرس يير. طيب كده أنا دلوقتي اهوت راح أقول له 2023 ناقص السنة اللي اتولدت فيها، فيبدأ يديني العمر بتاعي. طيب تعالى نعمل أمر برنت بقى، نطبع له بقى خلاص. فأنا كده حسبت له السن بتاعه، هو عنده كام سنة. فاضل ان انا اعمل ايه؟ فاضل ان انا اطبع له بقى انت سنك كذا. يبقى انا كده اقول له your age is تمام، وهبدا ان انا اطبع له السن بتاعه. طيب كنا بنطبع ازاي لو انا عندي جمله كبيره؟ انا بقول له زائد age. طيب عايز اطبع له بعد كده سنه او year. year وهنسيب سبيس هنا عشان ايه؟ يبقى في مسافه قبل السن ومسافه بعد السن، مش الكلام لازق في بعضه بالشكل ده. دخلت له 2010، فقال انت عندي 13 year، your age is 13 year تمام. دخله مثلا اقول له 1900 98 مثلا، انا اكملي دخلت هنا دوت، فهو ما اعتبرهاش انتجر، فعشان كده اداني ايرور. انا دخله 1992، وبدأ ان انا اقول لي عندك 15 سنة، your age is 8 is 25. طيب يبقى ده الكود بتاعه، هو مفيش أي مشكلة فيه. نبدأ بقى ناخد كوبي ونوديه عندي في نموذج الإجابة. كده خلصت أهو السؤال، آخد الإجابة وأجي هنا كده وأنزل تحت أقول distribution. نحط الإجابة بتاعتي بالشكل ده.
كده عملنا ايه؟ كده نكون خلصنا السؤال اللي بعده. طيب هنروح بقى للسؤال الأخير اللي عندنا، هو سؤال سهل برضو ولذيذ. هنا بقى بيقول لك عايز ايه؟ هنا بيقول لك what is the output. هنا بتعمل انت simulation للكود بتاعك، تمام، وكأنك انت كومبايلر، فبتقول له اجابتك كذا او الاوتبوت بتاعي هيبقى كذا، تمام. في السؤال ده ببدأ ادور على الاماكن اللي فيها system.out.print، تمام. يعني ببدأ اشوف كده فين اوامر system.out.print. ده اول سؤال عندي، 3 سطور كود. طيب وعايز الاوتبوت، الامر اللي بيعمل لي اوتبوت هو امر سيستم دوت اوت برنت. يبقى انا هنا على الامر اللي هو اسمه سيستم دوت برنت ده، وابدا اشوف الناتج بتجيب. طب هنعمل سوليوشن، تمام، سوليوشن. ابدا اقول له ذا اوتبوت از، ابدا اشوف بقى الاوتبوت بتاعي هيبقى ايه. طبعا الكلام ده متكرر عندي، فاحنا ممكن ناخد بعد كده الامر ده كوبي بيست، بس واحده واحده كده بقى نشوف الاوتبوت بتاعي هنا في السؤال ده هيبقى ايه. هنا بيقول لي احنا قلنا سؤال الاوتبوت بتبدا ان انت هتشوف الكود اللي هو مديهولك وتدور فيه على امر سيستم اوت برنت وتشوف هو بيطبع ايه بالظبط. طيب هنا هو ال3 سطور كود، هو فين امر سيستم اوت برنت؟ اهو اصل امر سيستم اوت برنت اهوت. الاوتبوت هنا بيقول لي ايه؟ عايز يطبع ايه زائد بي. طيب A زائد B، A بكام؟ A بـ5. طب و B بكام؟ B بـ2. الموضوع سهل، حد يقول لي الناتج 7، لا غلط، الناتج 7.0. ليه؟ عشان كلمة دبل، تمام. احنا قلنا قبل كده ان دبل ماله؟ ان دبل بيستقبل القيمة الانتجر عادي، بس بيحولها هو لدبل. بيحولها هو لدبل ازاي؟ تعال بص كده معايا، لو نشيل الكود ده كده، تعالى نعمل int x بيساوي 5، وتعالى نعمل سيستم دوت او دوت برنت للخمسة للإكس ده، ملاحظة اهوت، هنلاقي إن هو طبيعي ليه على الشاشة؟ هنلاقي إن هو طبيعي ليه 5، عادية خالص يعني. طيب تعالى نقول له دبل، بدل انت إكس نقول له دبل إكس. تعالى نشوف الأوتبوت هيختلف معايا إزاي. هي 5، هي ستيل 5 كفاليو، هي 5 ما زادتش ولا قلت، بس إيه اللي حصل؟ هو حولها لدبل. يعني إيه دبل؟ يعني فيها علامة عشرية، يعني لازم الرقم بتاعي يكون فيه علامة عشرية، حتى لو كان رقم صحيح أو حتى لو كان رقم سلبي. طب أحط فيه علامة عشرية إزاي؟ يقول له بوينت صفر أهو، هو كده خلاه دبل، بس الفاليو بتاعتها ستيل 5، ما زادتش ولا قلت زي ما هي، الفاليو بتاعتي هنا ثابتة، تمام. فعشان كده هنا هي 5 زائد 2 7، بس عشان هما دبل الاتنين، أو حتى لو كان واحد فيهم بس دبل، فبيضطر إن هو يحول القيمة لدبل. يعني إيه يحول القيمة لدبل؟ يعني 7 هتبقى 7.0 بالشكل ده كده، تمام. طيب نيجي بعد كده السؤال اللي بعده كده، اول سؤال خلص معانا مفيش اي مشكله فيه. تعال بقى تاني سؤال برضو بنفس الكلام اهوت، عايز اوتبوت. فانا هبدا ابص على فين الامر بتاع الاوتبوت، اهو امر الاوتبوت معايا هنا. طيب إيه هو عايز مني؟ ايه عايز مني؟ ايه زائد البي برضو. طيب ايه بكام؟ ايه بخمسه. بي بكام؟ بي باتنين. طب الناتج برضو 7؟ لا، امال الناتج ايه؟ الناتج 52. طب جت من 52؟ احنا قلنا ورجعوا الويك فور، تلاقوا فيه ان عندكم لما يجي اجمع سترينج. يعني ايه لما اجي اجمع سترينج؟ يعني لما جينا هنا، انا الناس لو تفتكر معايا كده التاسك اللي فاتت، يعني نرجع كده نشوف التاسك اللي فاتت معايا بعض كده. لما انا جيت هنا اطبع السترينجات، لما جينا قلت له age your age is، طبعت انتجر وطبعت بعد كده سترينج. لما كان المستخدم سترينج مع امر البلس، قلنا ده بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي كونكاتونيت. يعني ايه كونكاتونيت؟ يعني والله بيروح يشوف حضرتك، بيجمعهم لك جنب بعض. يعني بيجمعهم لك جنب بعض وشوف انت عايز تطبع ايه. والله انت حضرتك عايز تطبع، عايز تطبع بالظبط. طيب انا انت عايز تطبع سترينج، يعني في دبل كوتيشن في الموضوع، او في دبل كوتيشن في الموضوع، فبدأ يجمع لك الكلام جنب بعض. يعني ايه بيجمع لك الكلام جنب بعضه؟ يعني بيجمع لك your age is، وبعد كده في بلس، فقام جاي حاطط الصفر، بعد كده في بلس، في كلمة here، فجمعهم لك جنب بعض، حطهم جنب بعض. طيب تعال نشوف امر تاني مثلا اهوت. تعال نقول مثلا، تعال نشيل age دي من النص كده مثلا، او تعال نحط age دي نخليها كمان string، حطها بين double quotation.
كده 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 مثلا. شوف انا عملت ايه، جمعت string زائد string زائد string. ايه اللي حصل؟ تلاقي ان هو حطهم لك جنب بعض. your h is h is zero. طيب واحد هيجي يقول لي طب ما ده كلام، ده حروف عشان كده عمل كده. لا، حتى لو ارقام، واحنا قلنا قبل كده ان السترنج ما بيفرقش معاه ايه اللي محطوط جوه منه، هو كل اللي يلزمه ان هو حاطط الداتا. يعني بص كده معايا، هو عمل ايه؟ حط حاجه ما بين دبل كوتيشن، هو ملوش دعوه بالايه اللي محطوط جوه دبل كوتيشن، هو ما يلزموش ايه اللي محطوط جوه دبل كوتيشن. هو اللي جوه الدبل كوتيشن ده يعني بالنسبه له لا شيء، هو بالنسبه له شويه حروف هيحطهم جنب بعض وخلاص. ففعلا عمل كده اهو، خد شوية الحروف وحطهم جنب بعض. انت عندك سبيس حط له سبيس، عندك خمسة حط له خمسة، بعد كده عندك سبيس تانية حط له سبيس تانية، بعد كده سبيس في سبيس تانية، بعد كده اتنين سبيس تلاتة وهكذا. تمام، كل اللي محطوط جوه دبل كوتيشن بيطبع زي ما هو. فعشان كده اللي محطوط جوه دبل كوتيشن هنا خمسة فتحط خمسة، بعد كده الدبل كوتيشن التانية اتنين فتحط اتنين، فبقت 52. يعني 52 دي عبارة عن ايه؟ خمسة وجنب منها اتنين مش اكتر. تمام، طيب نيجي للسؤال التالت. السؤال التالت هنا مختلف معايا شوية. ليه مختلف شوية؟ عشان هنا مفيش اوتبوت. ليه مفيش اوتبوت؟ عشان في هنا حاجة اسمها سينتاكس ايرور. تمام، هو هنا لو تاخد بالك من حاجة، هو قايل لك ايه فوق في السؤال او ملحوظة؟ لو السؤال فيه ايرور لازم تحدد له نوع الايرور. نوع الايرور ده سينتاكس ايرور ولا ران تايم ايرور ولا لوجيك ايرور. برضو ارجعوا للمحاضره الرابعه هتلاقوا بتاعت ويك فور، يعني هتلاقوا فيها الفرق ما بين الثلاث حاجات دول. طب تعال نقول برضو الفرق كده عشان الناس تبقى عارفه احنا قلنا سينتاكس ايرور ليه. احنا هنا قلنا سينتاكس ايرور. يعني ايه سينتاكس ايرور؟ يعني ايه سينتاكس؟ كنا قلنا ان السينتاكس ده اللي هو الكود نفسه، الكتابه اللي انا بكتبه. يعني الكود اللي انا بكتبه اللي هو الكود ده كده مثلا، ده كده اسمه سينتاكس. الكتابة اللي انا كاتبها دي كده اسمها سينتاكس، او ده كده سينتاكس. ثانية واحدة، ده كده اسمه سينتاكس، الكود ده اسمه سينتاكس، وده سينتاكس، وده سينتاكس. تمام، فسينتاكس ايرور يعني ايه؟ يعني الكود او الغلط في الكتابة. طب فين الغلط اللي في الكتابة؟ احنا قلنا هو بيقول لك هنا انت ايه بيساوي خمسة. بص كده معايا، هل ينفع اجي هنا كده واقول له انت ايدج واحط له مثلا حاجة ما بين دبل كوتيشن؟ لا، ده سينتاكس ايرور. ليه؟ عشان معروف ان طالما انت يبقى لازم يتحط رقم صحيح من غير دبل كوتيشن. انما السينتاكس انما كده انما انت كده لازم يكون هنا سترينج. يبقى انت حضرتك كده كاتب كود غلط. تمام، يبقى سينتاكس ايرور معناه ايه؟ يعني انت كاتب كود غلط، ناسي مثلا سيمي كول. ده غلط في السينتاكس، غلط في الكود. تمام، غلط في ايه؟ في الكود. يبقى الغلط في الكود هنا ان معروف الدبل كوتيشن بتيجي مع السترينج، او الانت بيبقى محتاج رقم صحيح من غير دبل كوتيشن. يبقى يا اما كان الصح بتاعها ان انا احط هنا سترينج، يا اما الصح بتاعها ان هما كانوا يجوا من غير دبل كوتيشن. يعني لو كان السؤال ده مثلا بيقول لك ايه الاوتبوت او صحح لي الخطأ، عشان برضو في انواع اسئله ممكن تيجي تقول لك صحح لي الخطأ، يعني ايه؟ يعني عشان اخلي الكود ده ران فعلا ويطلع لي ناتج. الصح بتاعه، الصح بتاعه يا اما انت تخلي لي ديت خمسه من غير دبل كوتيشن بالشكل ده كده مثلا. يعني بص كده معايا اهو، اجي كده واقول له خمسه، ده كده صح. يا اما كنت جيت هنا كده وقلت له ده هيبقى سترينج مش انتجر. يعني يا كده يا كده، الاثنين صح. تمام، انما ده كده يدينا سينتاكس. طيب تعالى النقطه الرابعه نشوف السوليوشن بتاعها هيبقى ايه. النقطه الرابعه في السؤال الثالث هنا بيقول لي انت a بيساوي خمسة، انت b بيساوي صفر، مفيش مشكلة، والاتنين صح. هو ده رقم صحيح فعلا وخزنته جوه الانتجر، ده رقم صحيح وخزنته جوه متغير انتجر صح، مفيش مشكلة. انما ايه الناتج بقى او الحل بتاعي؟ الحل بتاعي هو run time error. يعني ايه run time error؟ بص مش انت قلت لنا دلوقتي ان ده كده صح؟ مش انت قايل ان الكود ده صح؟ الكود ده صح، الكود ده صح، يعني مفيش خطأ عندي. ايوه فعلا، انا ما قلتلكش سينتاكس ايرور، انا قلتلك ران تايم ايرور. سينتاكس ايرور زي ما اتكلمنا ان الغلط او الخطأ بيكون في السينتاكس في الكود نفسه، انما الران تايم ايرور الكود ما فيهوش غلط، الكود صح. انما ايه اللي حاصل؟ اللي حاصل عندك ان انت ككتابة
في مشكلة. لما هيجي يعمل ران هيبقى في حاجة غلط. ليه؟ انا بص كده، لما انا اجي هنا كده واقول له والله يطبع لي، عشان تفهم يعني ايه سنتكس ايرور. بس انا هاجي كده اقول له اطبع لي 5 على 0. هي علامة القسمة دي السنتكس بتاعها الصح ايه؟ ان يبقى في رقم مقسوم على رقم تاني، ده اللي هو ده اللي يلزمه. وفعلا في رقم فعلا اهو مقسوم على رقم، بس ده كل اللي يلزمه. انما لما اجي اعمل رن ايه اللي هيحصل؟ هيديني ايرور. اهو شفته الايرور جه امتى؟ لما جيت اعمل رن. يبقى رن تايم ايرور، يبقى ايرور. ولما اجي اعمل رن يبقى رن تايم ايرور، ايرور في وقت الرن. واللي بيطلع عليها اسم ده اسم حاجه تانية اسمها اكسبشن. هناخد اكسبشن دي بعدين وهنفهم يعني ايه اكسبشن بالظبط في السيشن في الويكس القادمه. بس احنا حاليا دلوقتي مفيش مشكله في السنتكس. المشكله فين؟ المشكله وانا بعمل رن. لما جيت اعمل رن تمام ظهر لي ايرور تمام. فعشان كده قلنا ران تايم ايرور تمام. نيجي بعد كده او الجزء اللي بعد كده الحل بتاعها هيبقى ايه؟ تعالوا بقى كده مع بعض، يلا نشوف على الدور. هنا في اوتبوت، فتعالوا نقول له ان اوتبوت، ونشوف الاوتبوت بتاعنا هيبقى ايه. النقطة الخامسة في السؤال التالت كنا اتكلمنا برضو في الويك في الموضوع، واغلب النقط ديت او اغلب السيشن ديت طالعة من ويك فورس تمام. فاحنا هنيجي هنا ونقول له كنا خدنا العملية، وقلنا العملية عبارة عن ايه؟ قلنا عبارة عن مودلس. يعني ايه مودلس؟ يعني باقي اسمها تمام. باقي الاسم اتبقى بعد ما قسمت اتبقى كام؟ تمام، يعني بعد ما اقسم الخمسة على الاثنين، هل الخمسة قبلت الاسم على الاثنين؟ لا، ما قبلتش الاسم على الاثنين. يبقى معنى كده هبدأ اشوف مين؟ هبدأ اشوف رقم اقل من الخمسة وبيبقى الاسم على الاثنين. فابدا اشوف الاربعه، هل الاربعه بتبقى اسم على اتنين؟ اه الاربعه بتبقى اسم على اتنين. فلما اشيل الاربعه من الخمسه يبقى لي كام؟ يبقى لي واحد. عشان كده يبقى هنا واحد. طب تعالى ناخد مثال تاني، تعالى ناخد مثال تاني ونفتكر مع بعض العلامه دي بتتكلم عن ايه. لما نيجي هنا كده ونشوف العلامه دي هنلاقي ان احنا عندنا هنا ايه؟ خمسه مدرس مثلا التلاته، او بلاش خمسه نقول مثلا 45 تمام. 25 مدرسة 3 بتساوي كام؟ هل ال 25 بتبقى اسمها 3؟ لا، ال 25 ما بتبقاش اسمها 3. نبدأ نشوف رقم أقل من ال 25، مين الرقم اللي بيبقى على 3 أقل من 25؟ نبدأ نشوف ال 24 مثلا، هل ال 24 بتبقى اسمها 3؟ اه 24 بتبقى اسمها 3. 24 على 3 فيها 8 تمام. طيب لما أجي أشيل ال 24 من ال 25 هيبقى كام؟ هيبقى 1. لو جينا عملنا رن هنلاقي الناتج كام؟ هنلاقي الناتج 1. طيب لو جينا مثلا على رقم زي نقول مثلا 56، تعال نحط هنا كده 56. طيب تعال نشوف 56 بيبقى اسمها 3؟ لا. طيب نيجي نشوف مثلا الرقم أقل من 56 بيبقى اسمها 3؟ 55 بتبقى اسمها 3؟ لا برضو. فنبدأ نشوف رقم أقل من 55، 54 بتبقى اسمها 3؟ اه 54 بتبقى اسمها 3. طيب لما اشيل 54 من 56 يبقى كام؟ يبقى لنا 2. فالناتج فعلا 2 تمام. طيب هنشوف ارقام اقل شوية ونقول مثلا 15 مدرس الاربعة. طيب هل 15 بتبقى اسمها الاربعة؟ لا. طيب نشوف رقم اقل 14، 14 بتبقى الاسم على الأربعة برضو؟ لا. شوف رقم أقل 13، 13 بتبقى الاسم على الأربعة؟ لا. شوف رقم أقل 12، 12 بتبقى الاسم على الأربعة؟ اه 12 بتبقى الاسم على الأربعة، 12 على الأربعة فات 3. طيب لما أجي أشيل 12 من 15 يبقى كام؟ يبقى 3 أهو. يبقى باقي القسمة معناها إيه؟ باقي القسمة معناها اللي اتبقى بعد ما قسمت أو بعد ما لقيت رقم بيقبل القسمة على الرقم اللي بعد العلامة اللي هو الرقم ده تمام. اللي اتبقى معايا كام؟ ماشي. طيب فيبقى هنا اللي اتبقى عندي بعد ما جيت اقسم من 5 على 2 ما ينفعش، رحت شفت لقيت الأربعة بتقبل القسمة، فاللي اتبقى بعد ما شلت الأربعة من الخمسة هو كان الواحد تمام الكلام ده. طيب نيجي بعد كده في الأوتبوت هنا هيكون إيه؟ بص معايا هنا، تعال نشوف النقطة الأخيرة في السؤال التالت
هو بيتكلم عن، او كل الموضوع بيتكلم عن علامة البلس بلس وعلامة البلس. احنا دلوقتي عندنا ال A بتساوي 5 وال B بتساوي A بلس بلس. طيب قلنا قبل كده ان البلس بلس لما تيجي بعد، مش قبل، ايه اللي يحصل؟ ان البلس بلس بعد ده بيديني حاجة اسمها ري، اصل مغزى بوست انكريمنت مش بري انكريمنت. يعني ايه؟ يعني الزيادة بتبقى بعد ما بنفذ الامر اللي موجود معايا في نفس السطر. الامر اللي موجود معايا في نفس السطر هو ان هو عايز يخزن قيمة ال A في قيمة ال B، صح ولا غلط؟ طيب فهو يروح يخزن قيمة ال A في قيمة ال B. طب قيمة ال A بكام؟ قيمة ال A بخمسة. فهو راح خزن قيمة ال A اللي هي بخمسة جوه مين؟ جوه ال B. فبقت البي عندك كام دلوقتي؟ فبقت عندي حاليا البي اهو، تعالى نكتبها كده في جنب هنا كده اهو، البي حاليا بقت بتساوي 5. طب والايه؟ الايه زادت 1 فبقت بتساوي 6. يعني الايه كانت بخمسة عادي خالص اهو. بص كده معايا، تعالى نقول كده واحدة واحدة تاني. انا عندي الايه بخمسة مفيش مشكلة. احنا قلنا هنا بيقول لك ايه؟ بي بتساوي ايه بلس بلس. قلنا البلس بلس جاية بعد، فده بيعمل لي ايه؟ البلس بلس لما تيجي بعد ده معناه ان هو عايز يعمل بوست انكريمنت، يعني الاضافه بتبقى بعد ما بزود قيمه المتغير. اصل مغزى الاضافه بتبقى بعد ما بنفذ الامر اللي عندي في السطر. طيب الامر اللي عندي في السطر ان هو عايز يخزن قيمه الايه في البي. طيب قيمه الايه بكام؟ بخمسه. يبقى هروح يخزن الاول قيمه الايه اللي هي خمسه جوه البي، وبعدين يزود قيمه الايه يخليها 6 بالشكل ده. طيب فتمام خلاص خلصنا النقطة دي. نيجي هنا بعد كده بلس ايكوال. قلنا بلس ايكوال بتعمل لإيه؟ بلس ايكوال كأنك عامل كده بالظبط اهو، كأنك كاتب له كده بي بتساوي بي زائد 5. يعني بي بلس يساوي 5، هي بي بيساوي بي بلس 5. اه ارجع برضه لبيك فور هتلاقي فيه شرح النقطة دي بالتفصيل. طيب هو عمل ايه؟ هو زود قيمة البي بخمسة، يعني اروح اشوف البي بكام وزود عليها 5. طب البي عندي بكام؟ البي عندي بخمسة، يبقى هيزود لي عليها 1، يبقى قصدي هيزود لي عليها 5 كاملين تانيين، فتبقى البي بقى ب10. طب نروح للسطر اللي بعد كده. هو انا عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل سيستم دوت اوت برنت لبي بلس بلس. طيب يبقى معنى كده ان البي بلس بلس بوست ولا بري؟ لا البوست يعني جايه بعد. يبقى هو هيزود البي بس بعد ما يطبع قيمتهم، تمام؟ عشان الامر التاني اللي موجود مع بلس بلس هو امر الطباعه. يعني السطر هو السطر ده موجود فيه ايه؟ موجود فيه امرين. ايه هما الامرين؟ امر البلس بلس وامر البرنت. يبقى هو ينفذ مين الاول؟ طالما البلس بلس جايه بعد يبقى البلس بلس بتتنفذ بعد ما هطبع، يبقى انا هطبع الاول. يبقى هطبع الاول، يبقى هطبع قيمه البي الاول. طب قيمه البي الاول بكام؟ ب10. يبقى انا هطبع البي ب10، يبقى الاوتبوت بتاعي كام؟ الاوتبوت بتاعي 10. طب تعالى بقى نشيل الكلام ده ونحط الناتج بتاعنا زي ما احنا حطيناه كده وخلاص، زي ما احنا اتفقنا. ياريت تكونوا فاهمين، وزي ما احنا قلنا في الأول إن الأسايمنت بتاع الأسبوع ده هو لذيذ وسهل جدا ومفيش أي مشكلة فيه. أتمنى لو حد عنده أي استفسار احنا مع بعض على الجروب.